بالخير، نحييكم متابعينا واهلا وسهلا بكم في فقرتنا الصباحيه الابراج، ومثل ما تعودنا دائما على موجز سريع باهم حركه الافلاك الصباحيه متابعينا ومدى تاثيرها على جميع الابراج. يعني اليوم بشكل خاص متابعينا، نحن كنا ستيب باي ستيب انه نصعد للذروه، احنا اليوم تقريبا في الذروه اللي اليوم 24 الشهر، تمام؟ وشهر التاسع 4 زائد 2 هو 6 و9 فهي 6-9 من مضاعفات الرقم 3، لأن هي طاقة حظ اليوم وجلب؟ نعم، طاقة حظ وجلب مخيفة بغير ما تتوقعون. يعني نقدر اليوم 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 الأرض هي عبارة عن مغناطيس، أو بمعنى أصح أنه درجات الراديو للمغناطيس، ستقول الراديو شعلي، لا، الكون هو عبارة عن ذبذبات، تمام؟ والراديو مستوحى من الكون مع التقاط الذبذبات حتى توصل لك ميجا هيرتز. فالميجا هيرتز اللي نحن اليوم نتحدث عنها انه الارض اليوم فول ميجا هيرتز، يعني شنو؟ يعني انا اليوم جدا سعيده، كلش سعيده، وغصبا علي اكون سعيده. واذا قلت انا اليوم كلش تعيسه، فاليوم هي طامه كبرى، مشكلتك اذا قلت انا تعيس، لانه جسمك مهيئ وشاكراتك مفتوحه رغما عنك وان كنت مريض، انه تستقبل طاقه طاقتها لليوم. اليوم 24 9 4 زائد 2 6، وهي كود الكوني اللي 3 6 9، وثلاثة وستة وتسعة من مضاعفات الرقم 3. طيب يا ميس، إيش يعني هذا الموضوع؟ يعني اللي قلت عليه، اليوم ما ممكن تقولون إنه إحنا مو زينين، واللي يقول أنا مو زين مشكلته بعد، خلي أخذها، تفهم شلون؟ يعني مثل واحد دا يمشي الدنيا دا تمطر وتعصف عليه، وهذا البرق اللي يجي هيك قاصف، هيك قاصف يعني. فاليوم انتم زينين، لازم تقول I'm fine، اقعد الصبح اني زينه. وانا اول ما قعدت الصبح للامانه قلت اني زينه. واني وماشي على الطريق، طريق المطار متابعينا الكرام، شوفوا دا اعطيكم الاشياء اللي يفترض يوم ان نناقشها. هو سريع، هو سريع، خلص اوريدي سريع، يعني سيارات، ايش معنى اليوم مع 3 6 9 او 24 زائد 4 زائد 2 زائد 4 هي 6، واليوم الشهر التاسع انه كود رقمي، يعني طاقه ومغناطيس. ومع تركيب الارقام والاسماء مثلا، نشوف احنا عبارات ولوحات موجوده. طبعا انا اول ما فتت قلت يا رب الحافظ. طيب ايش الميسون الشيء الحافظ؟ شنو اللي حافظ؟ الحافظ الله سبحانه وتعالى، يعني عبارات مكتوبه محمد قدوتنا، هو اقتداء حلو، هذا الشارع يقتدي، اذا للسير الصحيح محمد، مو ح، محي شيء، محي شيء، قضاء على شيء. يعني طاقة محمد سيئة هي؟ لا، مو سيئة، لكن 3 6 9 اليوم رقم كوني مع مغناطيس عالي مع محمد قدوتنا، مو يعني الميم بالضم، موت مع طاقة اليوم، والشارع مليان، الشارع من بداية شارع المطار إلى نهايته وهو محمد قدوتنا. القدوة حلوة، ممكن أنه يمشي بسلاسة ويعني وخلص أنه النظام، لكن مو ميم بضم الميم والحاء، محمد، موت، أول كلمة موت، وشارع وكود. اليوم الله الحافظ على هذا الطريق، يا رب تعدي سلامات، ما نسمع اخبار يعني لا سمح الله. فانا لما اجي اعطيكم براهين او ادله او امثله، ايش قصدي؟ قصدي انه اليوم نروح للطاقه الممتازه. هل نحن في طاقه خطر اليوم؟ لا ابدا، احنا في طاقه فرح اليوم، اليوم يوم استثنائي للارض جميعا، للارض جميعا. وبنفس الوقت يا ميس، للارض جميعا فرح، مو تقدر تقولين فرح، بنفس الوقت حذر وترقب وشيء مخيف ايضا. يعني شنو شيء مخيف؟ مو استوجد تقولين فرح وطاقات وهاي، اي نعم، نحن بدنا نحكي عن طاقه، عن طاقه، انتم متكبرون الطاقات، يعني لا سمح الله اذا في فد لا سمح الله حصل فد حدث بسيط، لا سمح الله يكون حريق او فد شيء، الحريق ما يخلص بسلام. واذا كان فد ضربه ما تخلص هذه الضربه بسلام، واذا كان حركه غير اعتياديه ما تكون اعتياديه، لانه اليوم هو بالذات يوم غير اعتيادي. يلا ونكمل على انه القمر اليوم وين موجود؟ في العذراء الترابي، من افضل الابراج ومن احسنهم طبعا. قاعد ومتربع وبالعافية عليك يا مولود الثور، ولا حد يقول لي لا، بس هو شنو مولود الثور؟ فقط قد يروح
أو ربما يناقش مسائل سكن أو ما يتخص أو يتعلق بالسكن، لسه متعلق هذا الموضوع يعني أكثر. لكن هل هي مسائل قبض؟ أي نعم، مسائل قبض لمواليد طبعا العذراء. أقول العذراء صباح الخير وكل من برج العذراء اليوم أكثرنا جمالا. أنت علاقات حلوة، تفتح شيء، آفاق جديدة إن شاء الله داخل حياتك يا عذراء، لأنه عطارد أيضا على الخير والمسرات نقول له ارتفع مرة ثانية ويعني رجع على بيت الأصل اللي هو بيت شرفه يعني مسألة العذراء. لكن وين يعطي؟ وين وين وين؟ قبل لا أروح لاتصالاتكم متابعينا، والله اليوم يوم مهم، يعني هذا اليوم مو يوم اعتيادي، خليه في بالكم. الميزان عليك ترقب وحذر جدا مهم مع الطاقة اللي انت بيها، مع المرض اللي انت بيها اليوم. أخطر يوم هو يوم الميزان، فانتبهوا. يعني شنو سوي؟ تكتم على أسرارك، يكون هادئ، لا تروح للتصعيد. بنفس الموضوع الدلو تحتك شنو الموضوع؟ لأنه شمس الميزان مع عطارد المتراجع، خلينا نقول التحق لبيت شرف الأصل العذراء مع مريخ الجوزاء، عامل مربع مخيف مع منه؟ مع طاقة كود اليوم 6-9، يوم مخيف اليوم على كل الصعد. اللي عنده أي قضية متابعينا الكرام، والله لو كانت شنو يخطر في بالكم اليوم تقضى. أنت بس إنه اليوم تقضى وتوكل بها خير. واللي رايح لهم أو غم ما يكبر غير همه وغمه. واللي يعني يعادي اليوم ما تنتهي عداواته، واللي صالح اليوم يصالح وانتهى الموضوع. يعني يوم كلش خطر ومهم بامتياز، مع المربع، مع المريخ، مع عطارد، مع الشمس، اكو دائرة وزاوية حرجة بامتياز مع كود اليوم. اليوم خطر بامتياز، وانا قلت لكم. يلا شو نسوي يا ميس؟ اقعدوا عيوني، اقعدوا خلي يخلص اليوم. بس انا شو اقول؟ روحوا كبروا الطاقات للافضل، ولا تروحون للهم، ولا تروحون لاشياء ممكن تسيء لكم. لو كان عندك عرش بلقيس لنهار اليوم اذا ما حسبتها صح، ولكن فقير اليوم ودخلت في اي مشروع بسيط لليوم انت كنت ملك الابراج. طاقه كلش مخيفه اليوم متابعينا، كلش حلوه. انا كل مسائل اليوم عقدتها ان شاء الله يا رب خير. يلا نبدي متابعينا الكرام. طبعا احنا ما مرينا على مدى تاثير هذه الابراج، لكن انا اقول بصوره عامه اليوم روحوا للخير ونترك الشر، ونقول الميزان فقط انت محذور. يا ربي تعدي طاقتك على سلام وخير، وحاول انه تروح للصدقه والاستغفار. يا ميزان انت في خطر. راح تقولون شنو؟ انا بالتعليقات هوايه بناتنا كلش عجبني الدهر صابك ميس، شكل يوم. اي والله صدق دهر صابني اليوم. الدهر يصيب اللي ما يعرف شلون يتصرف، والباقي عليكم. يلا روح لاتصالاتكم ومشاركاتكم متابعينا. ومعنا اول اتصال هاتفي، كلش نعتذر اللي كانت خطوط مفتوحه واحنا اطلنا عليكم، لكن والله هو اليوم يوم جدا مهم بامتياز. يلا نقول صباح الخير. مرحبا. صباح الخير حبيبتي، صباح العافيه. شلونك تسمعي؟ فدوى العين شغلاتي والله. اليوم الحمد لله، اليوم انا محظوظه اني حصلتك. يا قلبي والله نحن اللي محظوظين باتصالاتكم ومشاركاتكم ومدى وفائكم وتعلقكم بينا. انا فاطمه من البصره. فاطمه من البصره، فطومه احنا نقول انت بخت ناصفك اليوم الفلك. والله صحيح، اليوم انا سعيده. طيب فطومه انت متصلتنا مسبقا تمام؟ اي صحيح. طيب يلا فطوم، شلون اساعدك؟ انا مواليدي 2002 26/8. 2002 انت؟ اي 26/8 برج العذراء. طيب تمام، مولودة العذراء. طبعا بالحلقات اللي مضت كانوا العذراء مسجلون حضور كلش كثير كبير معانا، واليوم ايضا العذراء بدينا بالعذراء، والعذراء هو المربع الحذر اللي عامله مع المريخ الجوزاء. طيب. في جاني نصيب من فتره واللي ما قبلوا، يعني بدي اشوف يصير ما يصير. يعني نقول تراجع بالنصيب او الاهل ما قبلوا. اريد تشوفي دعم النصيب. طيب على النصيب. شوفي يا فاطمة، فاطمة بنت منو؟ فاطمة بنت صالحة. صالحة. يا طاقة كودك كلش حلو، فاطمة. طبعاً لأن عطارد هو بيتك وحاكم بيتك، بيت العلاقات والصداقات، وهو بيت حاكم الحياة عندك. وين كان متراجع بمولود هوائي؟ كان في الميزان. لكن هو من تقريبا فترة ثلاث أربعة أيام، تقريبا خمسة أيام التحق في بيتك الرئيسي، يعني رجع في شرف بيته، في بيتك الآن هو عاد من جديد إلك. إذا إيش يعني؟ إيش يعني؟ يعني عودة علاقات وإتمام شيء. إتمام شيء، هل هو إتمام قران أو زواج أو نصيب أو كل الإتمامات اللي راح تنفعك بعودة عطارد إلى بيته الرئيسي معاك، تمام؟
فان شاء الله يا رب بخير، وكانه يكون هنالك عوده او ربما نصيب اخر غير اللي انت شاهدته او غير اللي انه تسالين عنه، يعني لسه في سؤال اخر وربما تروحين لي خيار بين اثنين. تمام؟ فحلوه حلوه، مسائل جدا ممتازه، وان شاء الله يا رب نقول خير، ما عادش فرج، ما عادش فرج، لانه عاد بيته، عاد عطارد حاكم بيتك الرئيسي عاد الى بيته في شرف بيته اليوم، تمام؟ يعني ست ميسي يعني شو وقت هذا النصيب الثاني يجي؟ يعني منا هسه على الطالع، منا والطالع، راح نبدا نشوف مواليد العذراء كلش حلوين العذراء، الفترات اللي مضت العذراء كانوا مروا بظروف حتى في وحده، يعني كانوا في طاقه وحده، يعني كانوا الكون كانه تخلى منهم، حسوا نفسهم الاصدقاء فلوا من يمهم، العائله الام الاب كل من لها في حاله تقريبا الا العذراء، كانه يناقش مسائل عزوبيه بحته او خوف لحاله او هو يخشى انه من الوحده، تمام؟ لكن شنو نقول لي لمولود العذراء؟ نقول له والله شرف بيتك عاد لك من جديد، وهذه الزاويه اليوم اللي انت عاملها امام المريخ الهوائي، ايش يعني؟ يكبر لك مسائل. يكبر لك مسائل حياتيه، صداقات، علاقات جديده، زواج، قران، خصوصا انت طاقتك مع اسم الماما اللي هي صالحه، اذا يصلح لك الحال، ومع اكتمال فيلم القمر الجديد قد يدخل شخص جديد في حياتك، او قد تاتيك هاي العلاقه من طريق شخص. هذا هو عامة مواليد العذراء، يكون شريك حياتهم. الشخص اللي راح يجيني يعني زين او لا؟ شلون؟ الشخص اللي راح يجيني زين او لا؟ لا شوفي، مع انه تعرفين زين او لا، هاي شو وقت لما يكمل النصيب عندك ويكتم من فيلمون القمر القادم تشوفين؟ ممكن تتصلين لي حقول لك اي او لا، او ينفع او لا، هاي شو وقت نسال على نوع التوافق والعلاقات، متى ما كان النصيب حاضر حتى نجمع طاقة الكون والفلكية اللي معاك ونعرف مدى توافق العلاقات بين دولي بهذه السنة، لأنه حتى التوافقات يا حبيبتي يا فطومة أكو توافقات يقول لك إي بصورة عامة، لا ما في صورة عامة، في سنة أنا هاي السنة توافق ويا فاطمة صداقات، لا ما توافق ويا فاطمة صداقات، ليش؟ لأنه مريخ عامل زاوية غير، فربما ياخذني إلى مشادات، هل فاطمة تضوج مني؟ لا ما تضوج مني، لكن هو فلكي هالشكل راح، زين هاي بعد خلينا نقول سنة ونص، فاطمة في قعر بيتي أعز الصديقات وإن كانت عدوتي، فهي هالشكل الفلك تقاس المسائل، تمام؟ فبس يحضر إن شاء الله النصيب، عاود الاتصال بينا إن شاء الله ويا رب بعيوني لك نعرف يعني هذا الشخص. هذا اكو بنت اختي تريد تاخذ انطيك اياها مواليدتين. انا ما اعرف الاخ المخرج شنو يقول في اتصالات اخرى مفتوحه. يعني شوفوا هاي اخر وحده. بعد شو الاخ المخرج نحول؟ بلش؟ يلا. تفضلي. ايه مواليدها 2006 24/6. طيب. 2006 24/6. خليك ثواني معايا. طبعا هي اربعة. صابرين. اي طبعا مولود السرطان هي. اي. اي القمر ومائية الطبع. طيب ايش اسمها؟ صابرين. صابرين بنت منو؟ بنت حكمة. حسنة؟ اي حكمة. حكمة ولا حسنة؟ لا حكمة. حكمة. ايه. عن طيب. الزواج والنصيب. يلا. يلا مواليد 2006 تمام؟ ايه. تمام، يلا. شوفي فيما يخص صابرين. بس أنا أسأل سؤال، هذه مولودة مضرورة، مضرورة كثيرا كأنه من جاب الأم أو الأب أو يتيمة الأب. لا لا ما صاير مع هذا الشيء؟ لا ما صاير. شوفوا أحيانا لا سامح الله، لا سامح الله، أحيانا حتى اليتم يأتي هو داخل في داخل الأسرة، ربما تكون بعيدة عن الأب، يعني مو مقربة من الأولاد، أو هي تشعر بأنه هذا الأب مو إلها، أو قد تعاني فراق أو تسلط من قبل العائلة أو الأسرة، لكن هذه يعني هذه المولودة يظهر معها معاناة من أهل، أو ربما من نوع العلاقة مع الأهل، أو ربما بعد الزواج تعاني من فراق طويل مع الأهل، هالشكل يظهر مع طاقة صابرين، تمام؟ لكن إذا نروح إلى نوع النصيب لمواليد السرطان، طبعاً مواليد السرطان أيضاً كانت هي الأخرى متضررة مع العقرب والحوت من المربعات اللي شكلت لها زوايا تقطع في النصيب، اغلب متابعينا يتحدثون عن النصيب او الرزق، تمام؟ هذه المولوده ايضا ربما ما تمت معها قرانات، تشوفوا ايش حالاتها وحلوه والكل يتمنى انه تكون من نصيبه، لكن اما يكون كلامه ينتهي واما يكون التاخر، تمام؟ لكن بخارطه جديده، شوفي طبعا هي على منتصف ال11، شهر ال11 معها هذه البنت
طاقة كلش حلوة، قد تكون من طرف سيدة كبيرة أو قد تكون الكلمة كبيرة بحقها، لكن أكو شيء حلو كبير باتجاه هذه المولودة. من بعد منتصف شهر 11 خالتها طالبتها يعني تصير لها، ما تصير شون شون خالتها أختمها طالبتها. لحظة دقيقة 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 فطومة، أنا شنو قلت لك؟ من طرف سيدة كبيرة صح؟ لاحظتي؟ لاحظتي؟ ما أدري ليش الطوط ينقطع وياك هسه، ما أعرف ليش يعني. يلا شوفي، أنا قلت لك من طرف سيدة كبيرة، أنت حكيتي لي قلتي من طرف سيدة كبيرة، أنا إذا أقول لك من طرف سيدة كبيرة طلعت خالتها أختمها، يصير أو ما يصير كلام حلو بحقها، يتم يتم، تتم هذه الحالة إن شاء الله يا ربي، تكمل عندها طاقة وربما تكون عروس على نهاية شهر الـ 11. قد تكمل طاقتها مع فيلم القمر القادم ان شاء الله لهذه المواليد، تتم عندها ان شاء الله مساء النصيب جدا ايجابي وممتاز. طيب يلا حبايب نروح لاتصال هاتفي اخر. الو الو مرحبا. مرحبا، شلون اسمك؟ شلون الصحه عيوني؟ هلا حبيبتي شلونكم؟ اي خليك يا ربي، منو معانا؟ انا ام مصطفى من حي العدل. عفوا ام مصطفى. ام مصطفى من وين؟ ام مصطفى من حي العدل بغداد. خليك معي ثواني بس، صوتك وينك ام مصطفى؟ والله دا احكي صوت عالي بس ما اعرف الشبكه. يلا هسه تمام، هسه تمام. مصطفى بنت اخلاص. يلا يعني لابنك؟ اي مصطفى بنت اخلاص. اخلاص تمام. 15/5/2001 15/5؟ اي 2001. طيب ودعاء مع 31/10/1990 دعاء 90. دعاء 90 ومصطفى يا مواليد؟ دعاء 99. اي اي ومصطفى 2001. طيب يلا مستقبل كوظيفه. يلا دعاء دعاء تاريخ ميلادها شنو حبيبتي؟ 31/10. عفوا 31/10. 31/10 تمام؟ اي خليك معانا بس حتى نحسب طاقتها لوين راح تكون. طبعا هو اوريجن 21. 31؟ ايوه 31. 31/10؟ اي اي مولودة العقرب اخر وجه. اي طيب يلا شنو تسالينا عن مصطفى وشنو راح تسالينا عن دعاء؟ والله عن مستقبل ومثلا كوظيفه شغل تعليم يعني المستقبل عن في حالة بالحكي. فيما يخص الطرفين يعني؟ اي اثنين. اي والله. طيب يا شوفي، اولا بدايه راح ناخذ طاقه مولود الثور مصطفى. مصطفى طبعا مصطفى حاكم بيته هو الزهره طبعة ترابي. اي مستدير الوجه حيل هذا المولود؟ لا طويل أكبر. شلون؟ طويل طويل. اي هذا من الوجه الثاني بده يروح. طيب يلا الحمد لله انه ما طلعت هاي الصفات له. اسمعيني، يعني دائما احنا شنو نقول؟ نقول اللي حاكم بيته الزهره هذا شخص محظوظ. لمواليد الثور اليوم قمر العذراء اللي هو راح يخصه بالدرجه الاولى، ونحن نتحدث عن طاقه اليوم خطره وحذره. اليوم طاقتنا 6/9، كود اليوم هو 6/9. احنا بشهر التاسع و24، 2+4=6، 6/9 طاقة جدا ممتازة اليوم، تكمل هواي مسائل. هذا المولود كأنه في شخص على مجال تعليم أو شخص متعلم جدا دا يساعده أو شيء، شنو هذه الطاقة اللي معاه؟ والله ما أعرف. شلون؟ أصدقاء أصدقاء. إيه في في شخص في شخص راح يدخل يساعده بهذا الموضوع، يعني رايح المساعدة وتكمل إن شاء الله خير، لأنه هذه المواجهة المهمة مع مريخ الجوزاء لمولود العذراء اللي يخص الأبراج الترابية الجدي والثور، وهو عنده مسائل جدا حلوة. لكن بس هذا المولود أشوفه يعني ينتبه للوضع الصحي، أو ربما يكون عنده تراجع بالوضع الصحي مرة هيك ومرة هيك. إي صحيح تمام؟ صحيح. يا ربي خير، ما تقلقين، هي فقط طاقة إن شاء الله تعدي خير وسلامات. يلا وراح ننتقل أيضا بالمقابل إلى دعاء من مولود العقرب. شوفي
مواليد العقرب سعوا وسعي ماراثوني غير اعتيادي، يعني كلش سعوا، جدا سعوا، وكانت دائما كل السعي يكلل بتوقف ما هي مزاجه وما تكون الحاله كانه ما صارت. صحيح والله صحيح. تنسف تماما وتهدأ. تمام؟ حتى على جانب العلاقات الرجاليه، يعني للنصيب، للقران، للزواج. ما تزعلين من عندي، مولوده العقرب تكون قليله الحظ مع الرجال. وان كانت جميله الجميلات. وان شوفوا وانا اتحدى جميع الفلكيين من قامت القيامه الى يومنا هذا، مواليد العقرب من النساء شوفوا محظوظات على صعيد المال، محظوظات انه يصنعون نفسهم بنفسهم، لكن من طرف الرجال ولا سيده من نساء العقرب محظوظه من الرجال، يحبونها الرجال صحيح لكن تبغضها النساء اكثر، تبغضها ليش؟ ليش؟ حسد. فهذه المولوده راح تكون اذا كانت في طاقه مجمع او جمعه او نساء او شيء فهي محسوده. محسوده. تمام؟ سنه بسيطه جدا ومحبه وطيبه جدا وتحب الخير وعندها طاقه روحانيه هاي، تمام؟ فاي في طاقه روحانيه انتبهي، شوفي هسه القادم شنو راح يصير. وانا اسف، وانا اسف، كلش اسف يا ربي. هذه المولوده معاها مهرين. قد يكون طاقه اولى ما تتم، ربما تكون الثانيه. تمام؟ وعلى الاغلب الثانيه راح تكون يعني من اول 10 سنين او 5 سنين مستقره، لكن من بعدها تكون متذبذبه. بس ساعه جت للدنيا هاي؟ جت في ساعه ب 8 الصبح. 8 صباحا. لا لا استغفر الله، 12 الظهر. 12 الظهر؟ اي وهي اذان الظهر. طيب. اي شوفي يعني ما ادري ايش اقول لك. يا رب خير، يا رب خير. خلي تسوي دائما جوانب انسانيه ايمانيه، يعني تعطي من الصدقات، تكون قريبه الى ربها ان شاء الله لحتى يخلصها ان شاء الله من هذه المواضع، يا رب خير. لكن النصيب او الشخص الثاني طبعا راح يكون ربما اشقر البشر، ابيض الوجه. وخير نساء وخير رجال النساء العقرب هما يعني اشقر الوجه او من البيض من الرجال، هم يناسبون مولوده العقرب اكثر. تمام. هسه تسالين عن تعيين او عمل او شيء من هالقبيل؟ باعي. اي والله. هي باعت 3 اوراق. ثلاث اوراق من طرفها ظاهره خارجه منها. اي. واضح؟ واضح. وقد يكون شخص كبير المقام او سيد عيان من الاعيان. ربما قريب معاها او قريب على الاب يظهر. او على الاهل. يعني يعمل بطاقة إلها، وهذا تشوف من عنده نصيب وخير إن شاء الله يا ربي، تلمس من عنده خير، لأنه جدا واضح معاها هذا الخير. ولحد هاللحظة اليوم لهاللحظة هاي مسائل العقرب حلوة ممتازة، يعني تناقش أمور، وأيضا رايحة إلى طاقات مال مرزوقة هذه المولودة، راح تشوف مسائل من الرزق جدا كبير إن شاء الله. تمام؟ يا رب. مصطفى تعلم الشغلة تعيين، الله يخليك. انت لو كنت متابعتني انا شنو قلت لمصطفى؟ كان ذكرتي يعني شنو قلت؟ قلت له لا قلت له يعني فجل يعني تمكن وهاي كرساء ان شاء الله عنك. طيب ام مصطفى اسمعيني؟ اي حبيبتي اسمع. عنده طاقة شراكة مع 3 اشخاص او هم 3 وياهم، منو ذولا؟ ما اعرف والله. اي حيدخل بطاقة شراكة مع 3 اشخاص، او قد يكون رقم 3 هو رقم كوني وطاقة جدا ممتازة له، يشهد مسائل جدا إيجابية هذا المولود، انتبهي. طالعي وشوفي، معاه خير، معاه خير. حبيبتي، أضف إلى ذلك أنه هو اسمه مصطفى، يعني وأمه أخلاص. وأمه أخلاص. يعني طاقته شوفي يواجه مسائل صعوبة هذا المولود. هو مخلص جدا، او ربما كود الام يعطيه شيء للاخلاص بجانب العمل، بجانب الحب، الصداقات، يعني نسميه مظلوم بهذا الموضوع، لانه هو راح يخلص للناس هوايه، لكن في وقتنا هذا ما في شيء اسمه اخلاص، يعني اسمه مصالح مشتركه، وهي كلها معاملات، يعني اقسم بالله كلها معاملات، هي الدنيا عباره عن معاملات نحن نتعامل بها، لكن مسائل الاخلاص هاي اصبحت شيء شويه يعني انا اسميه من الزمن الغابر، يعني يعاني من مسائل عدم الوفاء معاه، وهنا طبعا تتدرج الى مسائل نفسيه وكذا، لانه اكثر من معاملتين تواجهين بها خذلان، هاي مسائل صعبه.
لكن عامة عنده ترميم أو يخرج من طاقة صعبة ثم يرمم نفسه هذا المولود ومعاه طاقة، طاقة ثلاثة أشخاص، هاي ثلاثة أشخاص وين راح توديه؟ في طاقة إيجابية ومعاه مساء القبض، ورحنا للثلاثة والستة، مسائل جدا إيجابية، هذا يشهد خير، تابعي هذا الموضوع وشوفي. الحمد لله، مين حبيبتي نكترة الله يرضى عنك. حبيبة قلبي الغالية، يا حياك الله، مية هلا. طيب. نرجع متابعينا حتى نكمل فقرتنا الصباحيه، وارجع واذكر مره ثانيه اليوم 24/9 و4 زائد 2 هي 6 و6 و9 هي كود الكون للجذب، كود الكون للجذب. باختصار لو انا اصحى الصبح شنو اسوي؟ حتى تستغلون طاقة نيكولا تيسلا اللي أنا شو أقول؟ أقول والله تروحون مواقع التواصل دوروا على هيك شوية أشياء راح تستفادون. يعني أنا بشكل خاص أبدا ما أدخل عشوائي، يعني عندي أهداف أروح على الهدف مباشرة، واستفاديت بصراحة كثير من هذه المسائل. كيف أنا أجذب بثلاثة ستة تسعة؟ هتقولوا شنو ثلاثة ستة تسعة؟ ما هي مضاعفات الفردي. حتى ببياتنا سابقا لو تنتبهون، أو أمهاتنا أو عاماتنا والناس الكبار من عندنا لما كانوا حتى يروحون لذهاب العروس حتى ما ينسف زفافة أو حتى ما تطلق الفتاة، والله استفادوا، يعني مسائل كلش حلوة. شنو كانوا يسوون؟ ما يجيبون بالزوج، كانوا يجيبون بالفرد، يجيبون ثلاث مخدات، يجيبون خمس مخدات، يجيبون تسع مخدات، فرد شيء واحد. فلما تجي أهل العروس يقولون ها شنو جابت لنا خمسة وستة وثلاثة؟ إي ما حتى شنو؟ انه انت اذا تاخذين مثلا انه اذا هي ثلاثة واحد ناقص واحد ماشي حيبقى واحد، اذا الله الواحد باسم الجلاله، وهالشكل تقاس المسائل انه ما ينسف زواج البنت او الولد، فكان كله بالزوج. ف ونرجع للزوج اللي هو ايش؟ الف الجلاله، وهو يقصد بالف الجلاله لاستقطاب الطاقه. فلما راح نيكولا تسلا الى ثلاث ارقام استخلصها من السته اللي هو الكود الكوني، وكنا يمكن إذا نرجع لهذه القصة استطاع أنه يكون طاقة راديوية واختفى من خلالها. فأنا شلون ممكن؟ واني بصراحة جربتها، يعني بشكل شخصي جربتها، أقعد صباحا وأجيب معايا ورقة وأفرد هذه الأرقام اللي 3 6 9، وتحت كل كود رقم أنزل تاريخ ميلادي. شوفوا متابعينا والله يا ما حد يعطيكم إياها، تاريخ ميلادي، ومن بعد تاريخ الميلادي اسمي واسم والدتي، وآخرها أختمها بإيش؟ بالطاقة، وأشكر شكرا لله الذي أعطاني كذا وكذا، يعني بطاقة أنه أتكلم مع الله أنه أنا قابضة ماسكة هذا الشيء، والله ما يخذل أحد، وأصدق صدق الله العظيم. وعيفوها، ودائما أول 3 دقائق حتى لجذب الأشخاص اللي أنتوا أحيانا شو نقول؟ نقول والله كنا ترى نسولف بيك وابن الحلال بذكرى قبل أجى، شلون أجى أو شلون خابرنا؟ ما هي هاي التخاطر، مسائل التخاطر. في أول 3 ثواني من تذكر أحد وتوجه هذه الطاقة وكأنك تتخاطب معه بهاتف، مباشرة راح تجي تلقى يمكن جوابك، وهكذا. طبعا هي درجات متفاوتة وعلم شوية يحتاج لمتابعة وصبر وكذا، وهي مسائل وين عندنا صبر ويا جماعتنا نروح إلى ألو. أنا ما أسهبت، بس هواية بالتعليقات توصلني السؤال عن هذا الموضوع، وحبيت أنه أوضح لكم إياه بالكود الكوني شلون تستخدمون الطاقة اليوم الصعبة. يلا معنا ألو آخر. ألو ألو صباح العافية. ألو. مرحبا. شلونك حبيبتي بعد قلبك؟ حبيبة قلب الغالية، منو معانا؟ شلونك يا أم رياض؟ أم رياض، أم رياض. أم رياض من وين؟ من بابل حبيبتي. حياك الله، شلونهم أهل بابل الكرام؟ عمري فدوى لعينك بعد روحك. يخليك عيوني، فدوى لعينك، عيوني أم رياض. شلونك الغالية؟ حبيبتي بعد عمري، أسألك عن بنتي زهراء. إي. زهراء بنت فاطمة. مالي 99. طيب. و 25/8. خليش بس ثانية معايا، زهراء بنت فاطمة. بنت فاطمة. اي. ايش قد عمرها؟ مال 99. اي. وتاريخ الميلاد؟ 99/25/8. 25/8. تمام. طبعا نحن متفقين هي مولودة العذراء. يعني العذراء اليوم كل هاي صار يومين العذراء متصدره حتى معانا، يعني تحياتنا لكل مواليد العذراء من وين بتتابعونا؟ بعد روحي بعد عطارد وترابي. خليك عيوني ام رياض الغاليه الذهب. شوفي عيوني، عيوني ام رياض بما انه هي زهراء. أي. تمام زهراء. أي. وبما انه اسمها فاطمه امها، يعني هي مزهره، هي مزهره جميله. أي. قد تكون متوسطة أو فوق المتوسطة حلية، وها يا ربي يحفظها. يعني تمام. قبل لا أروح إلى مسائل أنه نفس، أنه حسد،
من اعيان من اقرب من ناس كلش قريبين عليك كلش قريبين عليك تمام اي وهاي شنو نقول احنا بالعاميه نقول بالوجه بالمرايه وبالقفه سلايه هالشكل نقيسه اي والله تمام زين عيوني ام رياض عمري فدوى لعينك القمر وين نازل خيه نازل ببرج العذراء عدها يم زهره اي تمام وعطارد حاكم بيتها اللي هو كان متاخر عنها القرانات والزواجات، انت تساليني فقط عن عن الارتباط مثلا ولا شنو تساليني؟ على الزواج على النصيب طيب. على صحتها اي هي عندها الصحه متراجعه اي والله حيل كلش متراجعه الصحه واضعه يعني واضح كلش هذا الموضوع، شوفي ام رياض بما انه عطارد عطارد هو حاكم بيتها وبيت العلاقات الاجتماعيه باي هو رجع عطارد رجع الى بيت شرفها بيت العلاقات بيت التواصل بيت الزواج بيت القرانات هذه عندها نصيب وتنجب من الاطفال اثنين اناث ما شاء الله ما شاء الله والله طاقه ممتازه من بعد صبر من بعد صبر زين بس شوفي شوفي هذه هسه ما طول عاد عطارد احنا شو نسمي عطارد ابو الحياه ابو الدوره المعرفيه ابو الحياه ابو العلاقات الاجتماعيه اذا تراجع هذا المولود مع مربع كلش مخيف كان باعلى نقطه وما زال متصدر فهذا انه اوريدي راح يوقف مسائل القران والزواج والعلاقات وحتى كان متزوجين علاقاتهم تكون داون ومتراجعه بنوعيه العلاقات هنا شو المسائل المتبعه منا وجاي ورايح على هذه المسائل احنا عندنا شمس بالاسد تمام ايضا تستفاد من شمس الاسد بس لو كان قرانها او كان معاها نصيب بشهر يعني العاشر من منتصف شهر العاشر يكون هذا الشخص صعب المزاج ما تعرفين تتعاملين وياه بشهر العاشر يعني غريب اسمعيني بشهر العاشر اذا كان لها نصيب هذا الشخص قد يكون ما ينفعها لانه عصب المزاج هذا بس اذا انتقل بمنتصف شهر ال11 راح يكون طيب القلب يعمل بمجال اللحوم قصاب يصدر لحم يسوي عنده اسواق يبيع لحم بتشوفين شلون؟ كلش واضح هذا الموضوع معاها بس والله مرزوقه هاي البنت حلوه مرزوقه ومعزوزه ومعاها هديه من وين؟ منك؟ من اخ؟ من احد؟ بس جايتها هديه حلوه قد يكون مني يعني ام وابو اليومان حبيبتي كان يكون خاتم كان يكون شيء حلو بعد روحنا وليش لا يجوز هذا خاتم الخطوبه؟ يا ربي خير يا رب خير بيدها خاتم بيدها خاتم يا حبيبتي يا ام رياض قولي يا الله بعد روحي بعد امر يا الله في دول حلقك حبيبتي حاب نسمع اخباركم الطيبه من يصير اي شيء اتصلي ام رياض زحمه بعد عمري منك بعد قلبي اميره بن فاطمه ما ادري اخي المخرج ناخذها لام رياض نكمل في دول نترخص منها يا روح يلا عيوني انت في اتصالات اخرى يا ام رياض حتى ما يزعلون علينا يلا بعد عمري في دول يلا ام رياض حبيبتي 87 اي 87 اي 21/6 طيب خليش معايا ثانيه يا حبيبتي حبيبتي نحن هو احنا متفقين انه جوزاء اي جوزاء اي بس نعرف يا وجه بالضبط هو وعطارد يلا شنو اسمه حبيبه؟ انير ابن فاطمه أميرة بن فاطمة يلا هذا ابنك؟ اي ابني يلا الله يحفظك يا عيوني ام رياض الغالية شوفي عمري هسه انت شنو تسألينا بالضبط عن هذا المولود؟ هذا تعبان النصيب هذا تعبان اي والله تعبان كل ما اروح على قسمتي بلش مشلوع قلب حيل تمام فقدنا الاتصال بام رياض، ام رياض خليني اسألك خليني اقول لك قضية باختصار شديد هم ما تخافين علي، إذا تحكين على النصيب شلون يصير عنده نصيب وهو عنده مشكله في بيته؟ شنو هو الجوزاء؟ منو بالجوزاء؟ منو متربع؟ المريخ قاعد بالجوزاء، ببيته هو نفسه، بشرف علاقاته عنده، يعني شلون انا اجيب مشكله اخليها ببيتي اسم الله هيك حاطتها ومنتظره يا ساعه شو وقت تروح؟ شو وقت يغادر هذا؟ هذا يغادر ان شاء الله او يبدا بالتحرك على منتصف شهر 12. يعني يا ميس بشهر 12 يصير اكو قرانات عنده؟ لا. هو المحرك الرئيسي لهذا المولود تبدا علاقاته وتعود شرف بيته ومسائله هو اساسا هسه للمتزوجين يخافون على نوع العلاقات الاجتماعيه ام اب زوج شريك حبيب قريب شيء يخص مولود الجوزاء فكيف اذا هو كان اعزب يقطع معه النصيب اي نعم يقطع معه النصيب على الاقل في هذه الفتره
وما ننسى انه كان ايضا العطارد متراجع، هو حاكم بيت عطارد هوائي، وين كان متراجع بالميزان الهوائي؟ هسه رجع عطارد، اول استيبه حلوه، اول خبر ممتاز لمواليد الجوزاء الغير متزوجين او للعلاقات الاجتماعيه او للعمل او نوع العلاقات او رب او مسؤول العمل لمواليد الجوزاء، انه كانوا ينتبهون. اليوم بدت العلاقات تترمم للي يعملون في مجال او مؤسسات مهمه، بيتكم وحاكم بيتكم وشرفكم بيتكم، بيت العذراء هو عطارد، ايضا للجوزاء هو حاكم بيت للعلاقات، بدا يرجع وين؟ بالعذراء. تمام، فهذا يعني بيتك السابع اللي هو بيت العلاقات، انه تنتبه لنوعيه العلاقات، بدات تتحسن علاقاتك. فيما يخص ام رياض لهذا المولود، عطارد رجع لك لبيتك، ايش وقت تبدا العلاقات؟ ان شاء الله من بعد ما يخرج المريخ من الجوزاء، من بيتك اصلا، تخلص من المشكله بمنتصف شهر 12، تبدي امورك لا باس بها، ما تخافين، علاقاته حلوه وفي علاقات وفي قران ان شاء الله. الى يعني ما بقى شيء، نحن كم شهر ان شاء الله داخلين على هذا الموضوع. خليه يتونس يا ام رياض حبيبه، خليه يتونس، لاحق عليش الان القلب والعلاقات والبيت والاسره وهاي التفاصيل، تكمل عنده طاقه، تكمل عنده طاقه، ما تقلقين. يلا يلا اتصال هاتفي اخر. الو الو الو، صباح العافيه. صباح الخير، شلونكم عيوني؟ الحمد لله. إيه، أنا اسمي زهراء. زهورة من وين تتصلينا؟ من بغداد. حياك. أنا يصير عندي أطفال ويموتون تشوه، العام خابرتك يعني أني. طيب. فقلتي لي تفقدين مني شيء، أنا فقدت التوم، وقلتي لي راح ورا التوم يعني يجونك مولود مثل القمر. إيه؟ يعني يصير عندي. يعني كان توقعاتي حقيقية مع زهورة؟ إيه. كان صحيح كلامنا؟ كلام والله صحيح، بس نفسيتي تعبانة كلش. حبيبتي زهورة، اعطيني برج، اعطيني تاريخ ميلادك حبيبي، خلينا نشوف. أنا شهر 12 يوم 11، وزوجي برج الجدي. تمام، خلي شوية. أنا زهراء بالكميلة. أوكي. زهورة، نقول 11 12 أنتِ؟ شلون؟ 11 12 أنتِ؟ إي شهر 12 يوم 11. إي، موجودة القمر. زوجي الجدي. أي. المشتري. إي، ونارية الطبع. وزوجك الجدي؟ ايه. طيب تمام، يلا زهورة ايش قد عمرك؟ انا عمري 23. يلا زهرة، يعني يصير عندي طفل؟ زهرة شوفي، اما ام او اخت او احد يحبك، جايبي لك شيء مخليته على كتفك؟ يعني ما اتذكر. اكو شيء ربما تكون دعوة من شخص كلش يحبك، وهذا الدعاء مقبول. وهذا الدعاء مقبول، حلو، ماشي الحال معك، ماشي الحال، باعي. هو شنو كان السبب لما انا قلت لك تفقدين وفقدتي وصار هذا الموضوع؟ السبب اختلاف جنس. اوكي، هسه تعالي خلينا نسولف. انت مولودة القوس من الابراج النارية. تمام؟ صحيح. كل هذا التحضير والاسقاطات انه انت ما عندك حظ، ليش فقدتي الحظ؟ ما هو حاكم بيتك المشتري، تمام؟ المشتري تمام. وين؟ المشتري وين عيوني؟ وانت من الابراج النارية. طيب المشتري وين؟ بأعلى نقطة بالحمل الناري اللي مثل برجك ناري. وين شو مسوي؟ متراجع. تراجع يعني يضبط وياك الحظ؟ مطلقا ما يضبط معك الحظ. يسمونه بيت الأولاد، بيت الأولاد. يعني هو بيت الأولاد، هو هذا خصوصا لمولودة القوس. تمام. طيب يمشي معك الحال بالحمل؟ كان لا ما كان، كان يسقط. تخسرين، وانا قلت لك تخسرين وخسرتي صح؟ قلت لك تفقدين شيئين يعني. توم صاروا لي. وصاروا لي تو؟ وانا قلت لك شيئين صحيح؟ صحيح، قلت لي لا تصيرين هسه فصرت، بعدين قلت لي ورا الاسقاطات الاثنين راح يجيك مولود مثل القمر. يلا، هسه هذا المولود مثل القمر، كل كلام اللي قلت لك اياه صار صحيح؟ لا بعدني يعني ما لحد الان ما نقل شيء. لا، اللي خسرتيهم قلت لك لا تسوين وسويتي وراحوا، صح؟ صح. قلت لك وما سمعتي كلام، تعالي خليني اقول لك هسه. باي. هاي الفترة أنت عاملة تشيك، دا أشوف اكو تحاليل وخبصة وهاي خبصة مسوية، تمام؟ صحيح. إي. حتى هاي الخبصة اللي أنت داخذيها أقسم بالله ما تفيدك. أنا ما قلت توقفي منها، لا، مو مسؤوليتي، سمعي، بس إحنا كتوقع حتى نفهمك. إنه مريخ في برج هوائي. ومشتري حاكم بيتك الرئيسي، بيت الاولاد، في اعلى نقطه من الحمل اللي هو ناري مثلك، متراجع. هل معنى انه في اولاد؟ لا ما في اولاد. الان انا انصحك كملي العلاج. باعي. زهراء تمشين معايا حتى تستفادين؟
صحيح. تمام؟ اسمعيني حبيبتي، والله معاك رزق. وفي طالعك من الاولاد ثلاث اولاد، ثلاث انجابات وحده ورا الاخ، بس شوكت شوكت. خليها في بالك، حطيها تركيها في بالك، وحتى اذا تحبين دائما تتابعيني انا حبقى دائما اتذكر واحكي لكل مواليد القوس الناري يسالون على بيت اولادهم. على القناه هنا ابقي تابعيني على القناه، انه انا حاحكي شو وقت راح يتحرك المشتري ويعود الى دوره الحياتيه من جديد، لانه هسه اوريدي متراجع، ما ينفع لك اولاد، ما ينفع اولاد، ما ممكن، يعني مثل حالتك عندك مشكل بالانجاب وهو بيتك الرئيسي متراجع اساسا في برج حراري وناري مثلك، الان لا ما في، يعني لو تروحين للاولاد يسقط، ما يعيش مطلقا. صحيح. لو صار بالشهر الخامس ما يمشي، خامس رابع يروح. ولاده مبكره. صح كلامي دادي؟ صحيح. ها تعالي خلينا نسولف، اخذي كلامي، اذا ما ارتفع عطارد مره ثانيه، عفوا المشتري مره ثانيه وعاب بدوره حياتيه جديده، ما ممكن يكون عندك خلف. اصبري، انت دجاسفين باولادك، دتقتليهم حرام يعني، اوكي؟ اي صحيح. بس تنيت انا صار لي 8 اشهر يعني من دبيتهم، يصير يعني بشهر 12 يعني. ما يخالف، انتظريني وتابعيني دائما، اولا خلي بيت الرحم عندك ينظاف، خلي تكونين مهيئه كل جسمك، خلي تكتمل في فيتاميناتك، جسمك كل ما انت بي خليك يعني اوكي ماشي، خلي تكونين مستعده، مو الان مو الان مو الان مو الان مطلقا، اوكي؟ انا اعطيتك كل التوقعات وكل توقعاتي صحت معك، بمعنى ايش؟ صار لازم بحيل الله يا ربي تنتظرين ارتفاع المشتري حاكم بيتك بيت الاولاد. ومن بعدها انا بشكل شخصي راح اطلع على الهواء اقول يا بنات من مواليد القوس اللي ناطره مواليد الان تبدا. من اقول ابدا يلا ابدي، ومن يكون عندك حمل تابعي ويانا. ان شاء الله. حبيبه قلبي الغاليه. التوافق بيني وبين زوجي برج الجد والقوس يعني علاقه حلوه؟ علاقه محترمه متبادله، بس بها حذر وترقب، واحد ينظر لله، قد تكونين انت اكثر عندك نوع الثقه شويه مهزوز، او تراقبيه بمحلات معينه بفترات معينه، ترقب. صحيح. انت دا تراقبينه، مو هيك مو هيك زهوره، مو هيك مو هيك اساسا، اذا حس انه انت تراقبينه راح تسقط ايش تسقط الثقه، ولا سقطت الثقه هي دمعه ما ترجع مره ثانيه، ف كوني هادئه، كوني اهدأ من هيك ان شاء الله. تمام حبيبتي، يلا حافظك الله، وان شاء الله تابعوني بتوقعات حياتي حياتي ان شاء الله يا ربي، الولد الصالح والخلف الصالح ان شاء الله. آمين. يعني بس قلينا الشهر اللي لا تنسينا. لا لا ابدا والله، انا مباشره على كل مشاكلكم احنا دنحلها، دتتابعون تشوفون. من تكون اكو فترات لارتفاع المشتري، انا اذكر اللي عنده بيت اولاد خلاص يلا يبلش. تمام ان شاء الله. حبايب حبايب قلبي الغاليه، حياك الله زهوره مية لقلبي. يا مرحبا يا مرحبا. يلا طيب متابعينا بعدنا متواصلين وياكم بفقرتنا، في اتصال ايضا هاتفي. الو الو، صباح الخير. صباح العافيه. يا قلبي من معانا؟ منال. خلاص رصيد وانا اصمش. اوف هاي شنو؟ انت كنتي على الخط مفتوح. يلا منال شلونك؟ خير الحمد لله، انت شلونك؟ فدول عينك، ايش اخبارك منال؟ الله بخير الحمد لله العليل. فدول عينك، يلا منال سريعا لا نفقد الخط معك، شلون نساعدك؟ اي كان يوم 2/11 برج العقرب. اي اي ما يصفيني دعاء فصلت معي شهر الصعب. اي اي وشو لحد الان ما صار اي شيء. طيب ولحد الان شايفته بشعري، قلت شيلي شعري. ما يخالف ما يخالف، اسمعيني. اي ما يخالف اسمعيني. العقرب حاكم بيته منو؟ المريخ. المريخ، احسنتي. هذا المريخ وين قاعد لنا عيوني؟ بالجوزاء باعلى نقطه فوق 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 راسك، باعي فوق راسك المريخ، هو حاكم بيتك. تمام؟ ومتراجع بمحل مو تمام. والمشتري عندك بيت العلاقات ايضا متراجع، يعني لو كنت متزوجه لكنت نار وحرب مع الشريك، باعي. ولو كنت غير متزوجه فما يرهم الزواج الان والقرانات، ولو كانوا احباب لكانوا مفترقين. ايش يعني هذا يا حبيبتي؟ هذا المريخ واقتراب المريخ، نحن من نعطي بعض المسائل لانه تكونون في شعركم، تكون بايدكم، هذا فقط لجلب الطاقه وتثبيتها. لا يعني مثلا المتزوجه ما يصير عندها مشاكل، مثلا اللي ناطره زواج يقرب الزواج، تمام؟ او يبعد الشر عنها. فمعنى انه معنى انه بيت حاكم بيتك هو المريخ، والمريخ باعلى نقطه في الجوزاء،
يعني صاير فيس تو فيس، يعني شيء ما ممكن نوي مستحيل. فهي فترات هسه بدينا نعبرها نحن العقارب يا حبيبتي يا منوله. ان شاء الله هسه راح نبدي نعبرها. بس شوفي على ايش وقت، على تاريخ، شوفي احنا شنو قلنا للمولود العقرب؟ قلنا الثامن والتاسع، يحذر من الثامن والتاسع. خلص الثامن وهذا التاسع ايضا راح يخلص. هنيئا لمولود العقرب اذا عدى شهر التاسع سلامات. ليش؟ هو يخسر او يكون متاخر بنوع العلاقات او الزواج او القران، او ينتبه من طاقه مولود، او ربما ينهب ولد ياخذ كل ماله، قد يكون صرف، قد يكون عنده مريض، قد يكون هواي مسائل صعبه لمولود العقرب يناقشها في الثامن والتاسع. ونحن اليوم 24، ان شاء الله يا ربي عدى هذا الشهر ما بقى شيء، تمام؟ في حلو. شو وقت تبدئين يا، شو وقت تبدئين؟ ان شاء الله من منتصف العاشر، راح تبدين من منتصف العاشر نتنفس الصعداء مواليد العقرب، ان شاء الله يروحون الى مسائل جدا ممتازه. اول شيء تحديدا انا شو وقت يعني ما يصير قسمه؟ باي 10 10 10 10 معاك اخبار جدا ممتازه، وارجع واقول لك شخص كبير المقام او كبير العمر. تمام؟ ايه اللي في طاقتك كبير المقام او كبير العمر، ويروح اكثر كبير العمر. ما هذا شنو طالع لك باعي؟ اما يعمل في حديد، او قد يكون طاقتك انت حاكم بيتك ونوع المعدن اللي هو الحديد لك، تمام؟ بس شخص كبير العمر هذا واضح مع 10 10 تسمعين اخبار يا منال جدا ايجابيه. طيب متابعينا طبعا، وقبل انه اختم من مره ثانيه، اليوم نحن ب 24 9 و4 زائد 2 هي 6، اذا طاقه 6 9 اللي هي نيكولا تسلا من مضاعفات رقم 3. شنو يعني اليوم؟ يعني يوم كبير وخطير بامتياز. كبروا طاقاتكم الإيجابية وتركوا الشر إطلاقا، لأن أنتم مغناطيس اليوم معرضين لأي هزة كانت سلبية ولا إيجابية. وين أروح عيوني؟ للخير. اليوم طاقاتكم خلوها خير وكبروها إن شاء الله مع فيلم قمر مكتمل إن شاء الله راح تكمل كل مسائلكم. اللي يروح بطاقات سلبية تكبر عنده مشاكل، واللي يروح بطاقات فرح تكبر عنده أفراح. إذن بتوقعات أخرى متابعينا وحصرية على قناتنا إن شاء الله تنتظروني على القادم بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو، وأنا أقول لكم باي باي.